السلام عليكم خوتنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. مهم، هذا خبر جديد ومفرح ان شاء الله، غادي يكون مفرح بطبيعه الحال، علاش؟ انه غادي تكون فيه ان شاء الله تغييرات في المساله ديال الانتظار ديال السيتادينانس ايطاليان، الجنسيه الايطاليه كما تعرفوا كانت عامين شويه ولات 4 سنين، هذه دابا تقريبا شي عام واش، مع الحلول ديال الحكم ديال ماتيو سالفيني فاش كان في الحكومه، مع تشيكويستي اللي فاش كان تشكلوا الاغلبيه. بطبيعه الحال كما تعرفوا ديكريتو سكريتا الاول ولا الثاني، يعني كان فيهم تغيير كبير كبير كبير، خصوصا فيما يتعلق يعني بالمساله ديال الاجانب وما يتعلق كذلك بالجنسيه الايطاليه. وكما شفتوا كان بزاف ديال الكلام في المساله هذه، وكان يعني الجنسيه الايطاليه ما تتريقالاش، ما كانينش يعني زيروا المساله وصافي، هما الغرض ديالهم ما يعطوش الجنسيه للاجانب وصافي، لانه مساله ديال الاصوات وانتخابات كما تعرفوا، اغلبيه ربما ديال السترانيري كلهم تقريبا مع الحزب اليساري، لذلك يعني اي واحد ياخذ الشيطادينانس ايطاليانا من الاجانب بطبيعه الحال ماشي في الصالح ديال تشينترو ديسترا. المساله كلها غير انتخابات. كما قلت لكم كنا تكلمنا شحال هذه بانه تقدر يرجعوا يعني من 4 سنين العامين، ولكن ما كاين حتى شي حاجه، كان فقط غير الكلام. لكن هذه المره ان شاء الله، هذه المره ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله، كما عودناكم دائما من ناحيه ديال الريديتو ولا من ناحيه اي موضوع من هذه المواضيع هذه، كما تنقولوا لكم دائما يعني الخبر يعني راه صحيح. ان شاء الله هذه المره هذه يعني تكون الامور يعني تمشي في الاتجاه الصحيح ان شاء الله. وهادشي اللي كاين كما تشوفوا معايا هنايا في الجريده، تشتادينا صدا كواترو اتري يعني نيلا نوفا بوتسا دي ديكريتو سكريتسا. المهم في المسوده الجديده اللي كاينه دابا غادي ترجع يعني من 4 يعني يرجعوا ل3 سنوات، يعني اللهم اللهم هكا ولا 4 سنين. وحتى فاش كانت 4 سنين يعني راه ما تعنيش ان الانسان خصو يتسنى يعني 4 سنين، يعني في خلال ديك 4 سنين نورمالمون، خلال 4 سنين خصو يكون الجواب. غير اللي كان في ديكريتو سكوريتسا يعني ماشي بحال الاول مثلا، يعني لو انه حتى يعني ولو دوز 4 سنين يعني الجوديتي او القاضي اللي ما بغاش يعطيك الجنسيه يقدر ما يعطيوهاش لك، هذا هو لا ديفيرونس. وخا تفوت ديك 4 سنين في الاول كانت يعني تفوت غير عامين مثلا، ولا ما جاوبوكش ما قالوا لك لا اي لا لا، ان فوت تفوت عامين صافي تتولي من حقك، ديك الساعه تتولي من حقك اوتوماتيكمون، تتولي من حقك الجنسيه الايطاليه. هذا هو اللي كان في القانون الاول، القانون يعني كما قلت لكم اللي جاب به ماتيو سالفيني فاش كان في الحكم، فاش كان وزير الداخليه. بطبيعه الحال خلا دار 4 سنين، ودار لنا مساله يعني راه ماشي زعما يعني 4 سنين قاعد تسنى 4 سنين ولا يعني غادي تاخذها صافي راه غادي تضمن الجنسيه، لا، ولو انه دوز يعني 4 سنين قدروا لا بغاو يرفضوا لك، يقدروا يرفضوا لك يعني الجنسيه الايطاليه. هذا هو اللي كان، وكان باقي ساري به العمل لغايه الساعه هذه كما تنقولوا لكم. فمؤخرا يعني مع الحكومه الجديده، مع الوزيره الجديده لامورجيزي ديال الداخليه، يعني مع الصعود كذلك ديال الحزب ديال الديمقراطي كذلك، يعني بدات يعني تتبان واحد سميتو تيبان واحد الحوايج زوينين، بانه بدا الكلام على المساله هذه ديال التشتادينانس، على بزاف ديال الحوايج اللي تهموا الاجانب من ناحيه المساعدات، من ناحيه اي حاجه. يعني كما كتعرفوا بان حتى الريدي ديال التشتادينانس تشيكوستيل ما كانوش باغيين انه يعطوه يعني للاجانب، فقط للايطاليين. كما شفتوا هادشي وكانوا تصريحات يعني مصوره لويجي دي مايو فاش كان في الحكومه السابقه، كان وزير الشغل كما تعرفوا. هذه المساله دابا حاليا كما شفتوا معايا دابا صافي، المسوده يعني ديال اللي جات بها اللي جاب بها الديكريتو ديال السكريتسا الجديده، هو انه غادي يكون ان شاء الله الخير كما تشتادينانس هذا كواترو اتري يعني نوفو تيستو ديال ديكريتو سكريتسا، يعني في ديكريتو سكريتسا جديد، لانه كما قلت لكم كان خصهم يتغير بزاف ديال النقاط في ديكريتو سكريتسا اللي كان جاب سالفيني. بطبيعه الحال كان اختلافات بزاف في الحكومه، خصوصا مع تشيكويستيلي كما تعرفوا، لانهم كانوا في الحكومه مع لا ليغا فاش كان دار هذا القانون هذا، ويعني ماشي بالسهل انهم
يعاودوا يغيروا في هذه المسائل هذه، ولكن حان الوقت انه يعني هذا الشيء يتغير. وكما شفتوا هاد لي موديفيك كانوا جاو يعني في ديكريتو ديال هاد 4 سنين، كان جات في 2019 فاش كان ديك الساعه ماتيو سالفيني المينيسترو ديال الانترنو كما تشوفوا. المهم ان المساله ما غاديش تدوم، وصار لهم موديفيكات هاد المسائل هادي غادي تموديفيكا بزاف ديال الحوايج، ماشي غير هاد المسائل اللي تتعلق يعني بالاجانب وبالمساله ديال تشتا ديناصر، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج غادي خصهم يتغيروا داخلين بطبيعه الحال في هاد الديكريتو سيكوريتزا، لا الاول ولا الثاني. المهم كانت اخر واحد الاجتماع كما تشوفوا معايا جوفي دي سيرال بيميناري نهار 30 لوليو، و بروبوست هذه كان الاقتراح ديال هذه المساله هذه بطبيعه الحال المرجزي في المدونه ديال هذا الديكريتو هذا و ابريزو فيسيوني. المهم كما مكتوب هنا ان شاء الله غادي نتسناو سبتمبر شهر 9 باش يكون يعني باش يدوز هذا الباساج هذا ديال ما تبقاش مساله في المسوده، ولكن توضع كقانون يعني ويتغير هذاك القانون يعني ديال الديكريتو سكريتسا اللي تينص على ان تشيتا دي نازا ايطاليان ياخذها الانسان من يعني انتظر 4 سنين بلا ما نهضروا على ان خصك تسنى 10 سنين ديال الاقامه، هادشي ما تنهضروش على المسائل هذه، يعني حنا تنهضروا على النهار فاش دفعتي فاللي تدفع ملي تدفع الطلب ديال سيتادينانسا صافي الاوراق ديالك سليمه ويعني جميع لي ريكويزيت ديال المتطلبات تو تابوستو الورا خصك تسنى 4 سنين. هذا هو القانون اللي كاين لغايه الساعه، لانه سولوني بزاف ديال الاخوان مؤخرا كانوا سولوني على المساله هذه، خويا واش باقي 4 سنين؟ سير باقى مازال 4 سنين، يعني داك يعني ديكريتو سكريسا ديال سالفيني راه ما تغيرش، وراه قلتها لكم وعاود تكلمت على المساله هذه، والناس كاين بزاف تيسولوا على المساله هذه، كاين اللي ما تيتشرجش في الفيديو كامل، ما تيشوفش الفيديو كامل للاسف، ما تيتفرجش الفيديو كامل وتنتكلم على المساله هذه، تيشوف تيكتفي فقط بالعنوان ديال الفيديو وتيبدا يطرح في الاسئله، يعني الانسان يدخل يتفرج في الفيديو كامل غادي يلقى جميع المسائل تقريبا اللي تيسول عليها، حتى لو ما كانت شي حاجه ما ذكرتهاش في الفيديو بطبيعه الحال في التعليقات راه غادي نقدر نجاوب عليها، يعني ما يمكنش غادي نبقى نتكلم شي حاجه في الفيديو الناس ما تتفرجوش فيها، والعود ثاني خصني نبقى نعاود نجاوب نرد على عباد الله بزاف، وما كاينش يعني كما تشوفوا بزاف ديال الناس يطرحوا الاسئله من غير الناس اللي ترد عليهم كذلك حتى هما في الواتساب. مهم ان شاء الله هذه بشاره ديال الخير ان شاء الله، هذه المره صافي ان شاء الله غادي تغير هذه المسائل هذه نوفي تيرميني دي دوراتا ماسيما دي تي بي اس كدير لا تشتا دي نانسا نو بول صافي تشتا دي نانسا بريزيدنسا كومترون تيرميني ماسيما. المهم غادي تغير هذا الشيء كما قلت لكم ان تروفات اون تيس وورد كون كون غادي تيرميني ماسيما بور كونكلوزيون ديال براتيك بير وزون ديال تشتادينانسا بريزيدنسا، لا بالنسبة للإقامة ولا بالنسبة يعني التغييرات غادي تتم حتى يعني الناس اللي مزوجين مثلا بإيطاليين بمواطنين إيطاليين سواء اللي مزوج بإيطاليا أو اللي مجوجة بإيطالي، يعني تقريبا كيف كيف، واللي عنده ريزيدنسا ديال 10 سنوات كما تعرفوا بطبيعة الحال يعني نفس الشيء، يعني ما كانش اختلاف في هذه المسألة هذه ديال الإنتظار ديال الجنسية الإيطالية. مهم هذا خبر مفرح مفرح مفرح، نتمنى أنه يوصل للجميع، ما تبخلوش على باللايكات، حاولوا تنشروا هذا الفيديو هذا باش يوصل للجميع ونفرحوا جميع ديال الإخوان ديالنا اللي كاينين هنا في إيطاليا، وما تبخلوش علينا باللايكات واشتراك هذا الفيديو هذا مع الإخوان ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.